الجولة الرابعة لأبرز الأحداث الميدانية السورية، أهلا بكم. نبدأها بالعناوين. في جبهات حلب المشتعلة نقاط جديدة بقبضة الثوار، وثلاثون قتيلا للميليشيات الشيعية خلال المعارك. النصرة تأسر ثلاثة عناصر لميليشيا حزب الله، والنظام يقتل ثلاثة لبنانيين بقصف على عرسال. الأمم المتحدة توقف المساعدات عن قرابة 50% من اللاجئين السوريين في لبنان. تجمع بلديات ريف اللاذقية المحرر يعلن إيقاف كافة خدماته بسبب نقص الدعم. أعلن ناشطون تمكن كتائب الثوار من السيطرة على عدة نقاط عسكرية بالقرب من المجبل الأسود ومنطقة البريج، كما أعلن الثوار مقتل نحو 20 عنصرا من الميليشيات الشيعية التابعة للنظام إثر المعارك المحتدمة في المنطقة. إلى ذلك أعلن الثوار مقتل أكثر من 10 عناصر للنظام خلال تجدد الاشتباكات في حي صلاح الدين في مدينة حلب. وأكد ناشطون أن الثوار استهدفوا نقاط تمركز قوات النظام في الحي، محققين في صفوفهم إصابات مباشرة. الله أكبر. لم تزل المعارك والاشتباكات العنيفة تطفو على سطح الأحداث الميدانية في حلب، فمع ارتفاع وتيرة المعارك على عدة جبهات في المدينة ترتفع معها خسائر النظام والميليشيات الشيعية المساندة له، حيث أعلن الثوار مقتل أكثر من 10 عناصر للنظام في الاشتباكات التي اندلعت في حي صلاح الدين الخالي من المدنيين بعد أن قام النظام بتحويله إلى ثكنة عسكرية. فالثوار يهدفون، وبحسب ما أكد ناشطون، الوصول إلى حي الحمداني الاستراتيجي المطل على أوتوستراد حلب دمشق والفاصل بين أحياء حلب الشرقية والغربية، كما يضم كذلك العديد من الثكنات والمواقع العسكرية. معارك الثوار في حي صلاح الدين تزامنت مع تصدي الثوار لمحاولة قوات النظام التسلل إلى حي العامرية الاستراتيجي، والتي سقط على إثرها عدد من عناصر النظام. وضمن الاشتباكات المندلعة في حلب منذ عدة أيام، أحكم الثوار سيطرتهم على عدة نقاط قرب جبهتي المجبل الأسود والبريج، فضلا عن سيطرتهم على عدة نقاط شمالية شرق حي مساكن هنانو، والتي انتهت بمقتل نحو 20 عنصرا من الميليشيات الشيعية التابعة للنظام. كذلك امتدت الاشتباكات لتطال عدة جبهات في المدينة وريفها، وخاصة على جبهات حندرات وسيف الدولة ومحيط جامع الرسول الأعظم. ومع تقدم الثوار هذا، لم يكن بيد النظام إلا القيام بتكثيف قصفه على معظم مناطق وأحياء حلب، حيث أغار الطيران الحربي على طريق الكاستيلو وأحياء الإنذارات والحيدرية وبعيدين، بينما قصفت مدفعية النظام بلدة بيانون في الريف الشمالي، أدت لسقوط عدد من الضحايا بين المدنيين. معنا إبراهيم الخطيب مراسلنا من حندرات. إبراهيم أهلا بك. هناك خبر وردنا قبل قليل يفيد بسيطرة الثوار على عدة مبان وتقدمهم نحو كتيبة المدفعية ومستودعات خان طومان، ما المعلومات لديك؟ نعم أهلا بك رضية. بداية لو سمحت لي بأن أتوجه في التهنئة والعزاء لأسر الشهداء في مدينة درعا، زملاؤنا في الذين استشهدوا نتيجة القصف الذي تعرض له سيارة في مدينة درعا، ولأسرة العامة لأوريانت بشكل عام. بداية تستمر المعارك بين الثوار وقوات النظام بشكل عام في جميع جبهات حلب وريفها، حيث تشتد المعارك في جميع جبهات. كما ذكرت قبل قليل تمكن الثوار من التقدم باتجاه وسيطرة على عدة مباني في منطقة خان طومان، لكن الاشتباكات الأعنف والأهم يجري اليوم في منطقة حندرات وسيفات ومنطقة البريج، حيث تستمر محاولات قوات النظام للتقدم في منطقة حندرات، الأمر الذي يتصدى له الثوار بكل ما أتيح له من قوة عسكرية، حيث تسعى قوات النظام تخفيفا عن الميليشيات الموجودة في منطقة حندرات
والتي تمكن الثوار من السيطرة خلال يومين الماضيين على معظم تلال الحندرات وتقدمهم في هذه المنطقة ورصدهم كامل طريق امتداد النظام القادم من سجن حلب المركزي. تسعى قوات النظام لتخفيف الضغط عن هذه القوات الموجودة في هذه المنطقة بمحاولة التقدم في منطقة الحندرات، حيث تسعى للسيطرة على منطقة التل الغربية، الأمر الذي تصدى له الثوار خلال يومين الماضيين. دارت اشتباكات عنيفة تصدى خلالها الثوار لمحاولة قوات النظام التقدم إلى منطقة التل الغربية لحندرات، وتمكنوا من تكبيد قوات النظام خلال يومين الماضيين خسائر كبيرة في الأرواح والأعتاد. نعم. أيضا الاشتباكات الأعنف التي دارت منذ البارح حتى فجر اليوم بين الثوار وقوات النظام في جبهة البريج، حيث تمكن الثوار من استرداد النقاط التي تمكنت قوات النظام من التقدم إليها في هذه المنطقة، وتمكنوا من قتل العشرات من قوات النظام خلال المعارك الأخيرة. تسعى قوات النظام للتقدم في منطقة البريج باتجاه منطقة العواجة، وذلك للسيطرة على منطقة الجندول التي تعتبر المدخل الوحيد لمدينة حلب، حيث يتصدى الثوار لهذه المحاولات مكبدين قوات النظام خسائر فادحة. نعم، بالنسبة لجبهة البريج التي تحدثت عنها وجهود ومحاولات النظام للتقدم على هذه الجبهة، ربما نتساءل أيضا عن حجم تقدم الثوار على جبهة البريج وأيضا على جبهة المجبلة، أين صارت حدودهم هناك؟ نعم، تمكن الثوار من التقدم في هذه المنطقة وأحرزوا بعض التقدم خلال المعارك الأخيرة، لكن لا تصريحات رسمية حتى هذه اللحظة حول النقاط التي سيطر عليها الثوار في هذه المنطقة. الاشتباكات العنيفة التي دارت حتى فجر هذا اليوم، تمكن الثوار من قتل قرابة 17 عنصرا من قوات النظام وتكبيدهم خسائر فادحة، إضافة إلى تدمير دبابة لقوات النظام في منطقة بريج. كما ذكرت، الثوار كانوا يتصدون لمحاولة لقوات النظام التقدم باتجاه منطقة العواجة. خلال الأسبوع الماضي أكثر من 5 محاولات لقوات النظام للتقدم في منطقة العواجة، قدر عدد القتلى من قوات النظام خلال الأسبوع الماضي فقط بقرابة 70 قتيلا و11 أسيرا و5 مدرعات، إضافة إلى دبابة تم تدميرها في هذه المنطقة خلال الاشتباكات الأخيرة. في البارحة قام الثوار بتنفيذ عملية سعت للتقدم في هذه المنطقة، وتمكنوا من استرداد بعض النقاط والتقدم، وحتى هذه اللحظة لا تصريحات رسمية حول المعركة التي تدور في منطقة البريج. نعم. أيضا تسعى قوات النظام للتقدم في منطقة حندرات كما ذكرت، والتقدم باتجاه منطقة الملاح والتل الغربي لحندرات، وتخفيفا عن الضغط الكبير الذي لاقته قواتها في منطرف المخيم بعد سيطرة الثوار على معظم تلال حندرات ورصدهم طريق امتداد النظام القادم سجن حلب المركزي. نعم. تخشى قوات النظام من محاصرة قد تكون قريبة على لقواتها الموجودة في جبهة حندرات وسيفات، وتسعى لتخفيف الضغط عن ذلك على الأمر الذي يدفعها لمحاولة للتقدم باتجاه منطقة الملاح والتل الغربية لحندرات. اشتباكات عنيفة دارت خلال اليومين الماضيين، يمكن وصف المعارك التي تدور في هذه المنطقة بمعارك كسر العظم بين الثوار وقوات النظام. تمكن الثوار خلال هذه المعارك من تكبيد قوات النظام خسائر كبيرة وأعداد كبيرة من القتلى بين قوات النظام. نعم. في منطقتي حندرات والبريج خلال اليومين الماضيين. نود أيضا أن نعرف إبراهيم عن تفاصيل عملية الثوار في صلاح الدين ومقتل نحو 10 عناصر للنظام هناك. نعم، أعلن الثوار عن تدمير نصف مبنى لقوات النظام في حي صلاح الدين كانت تتحصن به داخل قوات النظام. تأتي العملية التي قام بها الثوار في هذه المنطقة والتي راح ضحيتها 10 قتلى من قوات النظام في إطار العمليات النوعية التي ينفذها الثوار بشكل مستمر في جميع جبهات حلب وريفها. في جبهة صلاح الدين، في منطقة حلب القديمة، في منطقة العامرية، كرم الطراب، عمليات نوعية بشكل مستمر يقوم بها الثوار، سواء للتصدي لقوات النظام بعد تأتي عقب تصدي الثوار لمحاولات لقوات النظام التقدم، أو على شكل عمليات نوعية يقوم بها الثوار ويقوم بنصف مباني تتحصن بداخلها قوات النظام في المنطقة. أيضا في جبهة الخالدية والأشرفية تدور بشكل يومي اشتباكات عنيفة في هذه المنطقة، تتصدى خلالها الثوار لمحاولات من قبل قوات النظام التقدم إلى هذه المنطقة الاستراتيجية في إطار السعي من قبل قوات النظام للضغط على طريق الكاستيلو. نعم. للحديث حول الاشتباكات العنيفة لو سمحت لي راضية التي تدور في جبهة حندرات بالتحديد وما يرغب به قوات النظام من تخفيف الضغط عن جبهة مخيم حندرات في محاولة للتقدم باتجاه التل الغربية ومنطقة الملاح، معنا هنا القائد العسكري في الجبهة الإسلامية السيد علي قناص، يمكن له أن يضعنا في ضوء التطورات العسكرية وما يدور من اشتباكات. سيد علي، أهلا بك. أهلا بك، أهلا فيك. سيد علي، لو وضعتنا في ضوء الاشتباكات التي تدور بينكم وبين قوات النظام في جبهة حندرات، وما الهدف الذي تسعى قوات النظام تحقيقه في هذه المنطقة؟ يوميا تدور اشتباكات عنيفة بيننا وبين قوات النظام من أجل تخفيف الضغط على الاشتباكات التي تحدث في البريج. النظام يحاول تخفيف الضغط الاشتباكات التي تحدث في البريج بقصد الضغط علينا هنا، ولكن الحمد لله صامدين بإذن الله. المعارك التي تدور دارت خلال يومين الماضيين وأصوات الانفجارات الضخمة التي سمعت في ريف حلب الشمالي، ما هو مصدرها وما هو نتائج هذه المعارك؟
مصدرها أن قوات النظام الميليشيات الشيعية التي تقاتل معه تحاول دكنا بما تملك من سلاح، طيران، براميل، يوجد كل شيء في الجبهة بأسر تخفيف الضغط الذي تقدم به الأماكن التي تقدم بها السوار من طرف مخيم حندرات والسيطرة على التلال. إن النظام يحاول تخفيف الضغط على المتواجدين في سيفات وحندرات بضغطه علينا. ما هي انعكاسات المعارك والضغط الذي تسعى قوات النظام تحقيقه في جبهة البريج باتجاه العواجة على جبهة حندرات؟ لو وضعتنا في ضوء انعكاسات المعارك كونها أصبحت تشكل كتلة واحدة. الاشتباكات تجري يوميا بهدف، النظام يريد الوصول إلى هدف، إما محاصرة حلب، قطع الريف عن المدينة، أو فك الحصار عن نبل والزهراء، ولكن بإذن الله صامدين وأوضاعنا جيدة جدا ولن يحصل على ما ينال. ما هو الهدف الأساسي لمحاولات قوات النظام التقدم، وما هي النقاط القريبة التي تسعى قوات النظام للوصول إليها؟ لو وضعتنا في ضوء الصورة الجغرافية للمنطقة، وما هي الأهداف التي تسعى قوات النظام تحقيقها عن قرب؟ الأهداف التي تسعى لها قوات النظام السيطرة على الكاستيلو بهدف قطع الطريق كما تحدثت وقلت لك، قطع الريف عن المدينة، تريد فصل الريف عن المدينة وتريد فك الحصار عن نبل والزهراء لإدخال مساعدات ويعني ميليشيات شيعية. سيد علي، لو شرحت لنا التداخل الجغرافي بين مناطق الثوار وقوات النظام بعد سيطرة الثوار على معظم تلال حندرات، كيف أصبح هذا التداخل بين الثوار وقوات النظام؟ التداخل اشتباكات يوميا تدور، اشتباكات عنيفة، ويوميا الحمد لله منكبد النظام خسائر كثيرة بالأرواح وبالعتاد يوميا. المعارك التي تدور في منطقة صفات، هل في أن تضعنا في ضوء صورة هذه المعارك؟ حاول الثوار تقدم إلى تلة عنتر، والحمد لله قاموا بأخذ بعض النقاط من الجيش، والجيش يحاول يعني يوميا كل يوم يحاول إنه يرجع يسيطر على النقاط اللي فقدها، بس الحمد لله ما بيحسن، يوميا عم يخسر أرواح كثير وعتاد كثير يوميا. علي، وضعتنا أخيرا في ضوء الصعوبات التي يواجهها الثوار خلال محاولتهم التقدم واستعادة السيطرة على النقاط التي تقدمت فيها قوات النظام في منطقة حندرات وصفات خلال الشهر الماضي. الحمد لله لا يوجد صعوبات ولكن ضرورات. يعني هلا احنا قلنا أهداف بدنا نحققها، حصر خناق على الجيش، عم سكر طريق الإمداد، بس كان عليه طريق الإمداد ما عاد يهمنا شيء. يعني إيش من حشد وإيش من جمع قوات، إذا بيجيب جيشه كلياته بإذن الله طول ما الله معنا ما بيرنش لنا بشر. نشكر السيد علي قناص قائد عسكري في الجبهة الإسلامية على هذه المعلومات التي قدمها لنا، ولتحدث خلالها عن المعارك التي تدور بين الثوار وقوات النظام، والتي يسعى الثوار خلالها لإطباق الحصار مرة ثانية على قوات النظام في جبهة حندرات وصفات. كان الثوار قبل فترة قد أطبقوا الحصار على قوات النظام في جبهة حندرات وصفات وحاولوا التقدم إلى هذه المنطقة، لكن قوات النظام استخدمت تحت ضغط كثيف بالأسلحة وكافة أنواع الصواريخ والمدفعية، إضافة للقصف عنيف بالصواريخ ومن الطيران الحربي، تمكنت من فك الحصار عن قواتها والسيطرة على معمل الإسمنت. الثوار يسعون بشكل دائم لصد محاولات قوات النظام التقدم، كما يسعون في جبهات أخرى للتقدم في هذه المنطقة. إذا كما ذكرت راضية، تدور اشتباكات عنيفة في ريف حلب الشمالي بين الثوار وقوات النظام، أصوات انفجارات الضخمة حتى فجر هذا اليوم تملأ ريف حلب الشمالي، والتي تصدى خلالها الثوار لمحاولات من قبل قوات النظام التقدم في منطقة البريج وتقدموا في جبهات أخرى في نقاط أخرى في هذه الجبهة. نعم. إليك راضية، في ظل هذه التطورات التي ذكرت إبراهيم، كيف يبدو الوضع الإنساني والحالة المعيشية للأهالي والسكان في المناطق المحررة في حلب؟ نعم راضية، فيما يتعلق بقصف قوات النظام للمناطق بشكل عام، تستهدف قوات النظام أي منطقة ومحيط المناطق التي تدور بها اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات النظام. عندما كانت جبهة نبل والزهراء مشتعلة وكان الثوار يحاولون التقدم في هذه المنطقة، بدأ قصف عنيف بشكل همجي على القرى المحيطة ببلدتي نبل والزهراء كبيانون وحيان ورتيان وعندان وحريتان، الأمر الذي دفع الكثير من الأهالي إلى النزوح ومغادرة المنطقة باتجاه مناطق آمنة، لا سيما مع قدوم فصل الشتاء والأوضاع الإنسانية كما تشاهدون الأمطار المتهطلة على هذه المنطقة. خلال الليلة البارحة قام قوات النظام بقصف المنطقة بشكل كامل دون استثناء جميع المنطقة، وبشكل كامل بصواريخ التي يمتلكها وبراجمات، يستهدف بشكل أساسي المدنيين ويسعى بشكل
كبير لتخفيف الضغط الذي تلاقيه قواته العسكريه وآلاته العسكريه باستهداف المدنيين بشكل اساسي. هناك حاله نزوح كبيره في ريف حلب الشمالي باتجاه بعض المناطق الامنه في الريف الغربي وفي بعض الحدود المناطق الحدود التركيه. النظام يسعى كما ذكرت لتخفيف الضغط الذي تتعرض له قواته الى استهداف المدنيين بشكل كامل. جميع المناطق في ريف حلب الشمالي تتعرض لقصف عنيف اما بمدفعيه ثلاث الشيخ يوسف او من راجمات الصواريخ من كتيبه حندرات او بالقصف بالصواريخ الفراغيه وبالبراميل المتفجره. نعم. والتي مصدرها من الطيران الحربي والمروحي. هناك سوابق قبل خلال الاسبوع الماضي تعرضت عنادان لمجزره وفي منطقه القبر الانجليزي ايضا مجزره وفي جميع معظم قرى وبلدات في حلب الشمالي تتعرض لقصف بالبراميل المتفجره والصواريخ الفراغيه انتقاما من قبل قوات النظام من المدنيين الموجودين في هذه المناطق. ابراهيم الخطيب من مراسلنا من حندرات، شكرا جزيلا لك. جولة الرابعة مستمرة معكم وتتابعون فيها بعد قليل. أورينت نيوز من درعا المحطة يوسف الدور. رامي العاسم من أورينت درعا. بعيدا عن الدمار، بعيدا عن الدم، بعيدا عن مشاهد القصف. ينتشر الثوار وعلى محياهم تفاؤل بالخلاص والتحرير عما قريب. لأورينت نيوز عبيد بطل. لنرصد تحركات الجيش الحر باتجاه هذه البلدة وآخر التطورات والمعارك الجارية هنا. تبادل منظم لأفراد اللواء، فكل منهم لديه مهمته. بلدة أزمانية حيث تبعد قوات النظام 10 أمتار عن هذه النقطة. يقوم طيران الميج الآن باستهداف قرية سلمى أثناء تغطيتنا الإعلامية لهذه. الأمر الذي أدى إلى تضرر عدد كبير من الأبنية وتهدم الكثير أيضا. ومعاناتهم تقتصر على بضع حاجات. لم يستطع الإعلام العالمي أن يغطي الأحداث في سوريا. أهلا بكم من جديد. أكد مراسل أورينت نيوز في لبنان تمكن جبهة النصرة من أسر ثلاثة مقاتلين من ميليشيا حزب الله اللبناني بعد كمين محكم في منطقة القلمون، وأسماؤهم كما أوردت الصحيفة هي حسن منصور وعلي الحسيني ومحمد عباس. من جهة أخرى قتل ثلاثة لبنانيين وسوري وأصيب اثنان آخران من عائلة واحدة إثر إلقاء طيران نظام الأسد براميل متفجرة على أحد المنازل في محيط بلدة عرسال المحاذية للحدود السورية. لا تزال منطقة القلمون الحدودية بين سوريا ولبنان تشهد تطورات ميدانية وعسكرية متلاحقة وبشكل شبه يومي. ففي الطرف السوري من القلمون تمكنت جبهة النصرة من أسر ثلاثة عناصر من ميليشيات حزب الله الشيعية خلال كمين لهم قرب الحدود مع لبنان، حيث ذكرت مصادر إعلامية أسماء الأسرى الثلاثة وهم علي الحسيني ومحمد عباس وحسن منصور.
أما في الجانب اللبناني من القلمون فقد قتل 4 أشخاص وأصيب 2 آخران في منطقة العجرم جراء قصف بالبراميل المتفجرة من قبل طيران نظام الأسد الحربي الذي اخترق الأجواء اللبنانية، كما قتل 7 أشخاص مدنيين جراء استهداف سيارتهم في منطقة وادي حميد القريبة من بلدة عرسال حسب ما ذكرته شبكة أخبار القلمون. من جانب آخر، ذكر مصدر أمني أن حسن عز الدين العضو بما يسمى سرايا المقاومة التابعة لميليشيا حزب الله أصيب بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت تحت سيارته وسط بلدة عرسال أثناء محاولة دهم للمنطقة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن زرع العبوة الناسفة. أما في بلدة عرسال اللبنانية حيث يعيش آلاف اللاجئين السوريين فقد انفجرت سيارة مفخخة قرب المسجد الكبير ما أدى إلى سقوط عدة إصابات بين المدنيين. تزامنت هذه التطورات مع استهداف الجيش اللبناني بقذائف الهاون للجرود المحيطة ببلدة عرسال. معنا كرم عمر ناشط إعلامي من القلمون وتوني بولس مراسلنا من لبنان، أهلا بكما. نبدأ معك كرم وتفاصيل هذه العملية، عملية أسر جبهة النصرة لثلاثة عناصر من ميليشيا حزب الله. يعطيك العافية أختي، هي الآن معلومات جديدة غير التي ذكرتيها وذكرتي أسماء العناصر، وجبهة النصرة حتى الآن لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص. هي المعلومات تقول عن أسر ضابط وثلاثة جنود. كرم هل تسمعني؟ يبدو أن الصوت يصل متقطعا من المصدر. عموما كرم سنعيد الاتصال بك حال جهوزية الصوت معك. أتحول إلى توني بولس مراسلنا في لبنان. توني، جبهة النصرة قامت بأسر عناصر لميليشيا حزب الله، هل اعترف الحزب بهذا الخبر؟ يعني كالعادة يعني حزب الله لا يعترف عندما يسقط له قتلى أو يقتل له جنود، ولكن مصادر موثوقة تحدثت في منطقة القلمون عن أنه أسرت 3 مقاتلين لحزب الله في معارك ليلة أمس. وجبهة النصرة حتى الساعة لم تصدر أي بيان تؤكد أو تنفي فيه الخبر. يعني كذلك الأمر يعني من جبهة النصرة ربما تنتظر إشارة من حزب الله لإتمام مبادلة معينة أو صفقة معينة كما حصل مرة السابقة. الجديد اليوم هو ما يعني ما تحدث عنه مصادر عسكريه في الجيش اللبناني عن اطلاق سراح علا العقيلي لزوجة ابو علي الشيشاني وتسليمها الى الامن العام اللبناني، كذلك زوجة سوشة دليم زوجة البغدادي. نعم، طيب بالنسبه زوجة البغدادي حتى نعم. الساعه بالنسبة لموضوع أسر جبهة النصرة لعناصر ميليشيا حزب الله، هل هناك حسب المعلومات المتواردة لديكم هل هناك أي قياديين ضمن هؤلاء الأسرى؟ يعني لم يعرف حتى الساعة من هم، يعني هناك أسماء لأسماء لثلاثة جنود يفترض أنهم أسروا إما قتلوا. حزب الله تجنبا لأي رد فعل داخلي في شارعه أو في محيطه التالية الشيعية يحاول تقسيط الاعلان عن هذه عن القتلى كما تجري العاده، ربما يعلن عنه في وقت لاحق ويكون سقط في واجب جهادي او الى اخره، واذا كان تم الاسر ايضا يتكتم عن هذا الاعلان لحين ايجاد فرصه مناسبه لذلك. نعم، ابقى معنا توني. يعود لينضم الينا كرم عمر الناشط الاعلامي من القلمون. كرم، حدثنا اكثر عن المعارك الدائره في عموم مناطق القلمون، هل هناك تطورات هذا اليوم؟ تطورات المعارك توقفت بعد إعدام علي البزال والتي تحولت إلى الجانب اللبناني، فأصبح الجيش اللبناني يستخدم الطيران ليقصف فيها الجرود الواقع على حدوده ليسقط شهداء. أيضا أريد أن أنوه بعيدا قليلا عن الموضوع العسكري إلى أن ما يتم قصفه من الجانب اللبناني سواء من الطيران أو من راجمات مجهولة المصدر، ربما من قرية اللبوة المحاذية لعرسال وهي قرية نعم. هل تسمعيني؟ أسمعك جيدا، تفضل. وهي قرية موالية لحزب الله يتم القصف من خلالها، فيتم استهداف ما بعد عرسال. هناك مخيمات خارج الحدود والحواجز التي يرسمها الجيش اللبناني. هذه المخيمات غير معترف عليها، وعندما يتم قصفها يتم استهداف المدنيين. نعم، طيب حدثنا عن أكثر النقاط تعرضا للقصف في القلمون، وهل هناك أسباب تجعل النظام يركز على هذه المناطق؟ أنا لم أقل النظام يقصف البراميل المتفجرة، إنما قلت
أن هناك الجيش اللبناني هو من يقصف. نعم، نتحدث هنا عن قصف قوات النظام. قوات النظام تقريبا هي تستخدم الطيران الحربي بقصف البراميل، وأغلب استخدامها ليلة، تحاول استهداف الجرود المحازية لبلدة عرسان نتيجة المعارك الدائرة هناك ونتيجة ما يتكبده حزب الله من خسائر بشرية. في آخر إحصائية له 13 شهيدة، عفوا 13 فطيسا منهم وست إصابات وصلت إلى مشفى مدينة يبرون منذ ثلاثة أيام. تمام، أعود إليك توني بولوس مراسلنا من لبنان. توني، هل هناك أي قيد؟ طبعا نتساءل أكثر عن طائرة نظام الأسد التي قامت باختراق الأجواء اللبنانية وقتل مواطنين لبنانيين، ما تفاصيل ذلك؟ يعني الطيران السوري يخرق بشكل دائم الأجواء اللبنانية وينفذ غارات خاصة في منطقة جرود عرسال ومنطقة جرود بعلبك إضافة إلى مناطق حدودية في عكار شمال لبنان. للأسف الجيش اللبناني يجب يعني من واجبه التصدي لأي هجوم خارجي تتعرض له الدولة اللبنانية، لأن أي اعتداء من خارج الحدود هو بمثابة إعلان حرب على هذه الدولة. إلا أن هذا الجيش اللبناني بفعل عوامل سياسية وتأثيرات كثيرة وتحديدا حزب الله، تأثير حزب الله مباشر عليه، يمنعه من إطلاق النار المضادات الأرضية تجاه المقاتلات السورية. أود أن أضيف أن تأكيدا أتى للتو على موضوع قتل جبهة نصرة لثلاثة مقاتلين حزب الله، وهم تحديدا، هل أستطيع أن أعطي الأسماء؟ نعم تفضل. هم حسن منصور، علي الحسيني، ومحمد عباس، ثلاث مقاتلين حزب الله تم إلقاء القبض عليهم في جرود القلمون وتم أسرهم من قبل جبهة النصرة. طيب، هذا يعني هذا الواقع هل أوجد ردود فعل في لبنان إن على المستوى السياسي أو على المستوى الشعبي على الأقل؟ يعني موضوع، إذا كنت تحدثين عن موضوع الخروقات اليومية لل اختراق طائرات نظام الأسد للأجواء اللبنانية وقتلها للمواطنين، بطبيعة الحال يعني هناك يعني جو عام، يعني في هناك جو استياء من هذا التدخل، من هذا يعني اعتداء يشبه بالتدخل الإسرائيلي، و يعني المقاتلة المعادية سواء كانت من الناحية الإسرائيلية أو من الناحية السورية هي مقاتلة تخترق السيادة اللبنانية وتخترق الأجواء اللبنانية وتنفذ غارات. يعني الطيران الإسرائيلي مؤخرا لا يخرق الأجواء اللبنانية ولكن لا ينفذ غارات، في حين نرى أن الطيران السوري يدخل الأجواء اللبنانية وينفذ غارات في أكثر منطقة في لبنان ويقتل مواطنين لبنانيين. وحتى لو كان هذا القصف يستهدف مواطنين سوريين ولكن مقيمين على الأراضي اللبنانية، من المفترض أن يكونوا تحت القانون اللبناني، وبالتالي هذا اعتداء على السيادة اللبنانية. توني بولس، شكرا جزيلا لك مراسلنا من لبنان. نشكر أيضا كرم عمر الناشط الإعلامي كان معنا من القلمون. مستمرون معكم لكن بعد فاصل قصير. أورينت نيوز، من درعا المحطة يوسف الدور. رامي العاسمي، أورينت، درعا. نحن أول إعلام من غير الناشطين يدخل مدينة أريحة. شاهدنا الطائرة يخرج منها دخان أسود نتيجة الضربة التي تعرضت لها من قبل القوات الجيش الحرب. حيث استمر الثوار في المرابطة يدا عون لفك الحصار عن حمص وأحيائها. يتواجد قناصات قوات النظام من أجل قتل أكبر عدد من المدنيين. في هذا المكان كانت تربض دبابات نظام الأسد وتضرب. نحن الآن على خط الجبهة الأول. هذه أقرب نقطة يمكن الوصول إليها إلى طريق الموت. نسمع عمليات القنص التي تلاحقنا من مكان لآخر
محمد فيصل، عمار دندش، زكي الادلبي، مؤيد سلوم، ايهم الخلاط، سير الحموي، محمد الزهوري، محمد سعيد. ليكون في الحسبان في كل يوم شيء، وفي كل ساعة شيء، وفي أي ثانية مزأ. وهذا ما تعودنا عليه من نظام يبث الرعب والدماء في كل مدينة أو محافظة أو حي. الهدف بس إنه رسالتنا توصل لبقى. نحن عم نموت يا أخي. المنظر يا ليك، هلا ما في حالة نزول، طلع على بيوت العالم. هي أبوي كانت يا شمال. الله مولانا ولا مولى له. يبقى التحدي والصمود ضد نظام لا يحترم حرية شعبه. أنا معكم محمد معاذ من أطراف العاصمة دمشق لأورينت نيوز. أهلا بكم. أوقفت الأمم المتحدة المساعدات عن قرابة 50% من اللاجئين السوريين المسجلين لديها في لبنان، والذين كانوا يستلمون سللا غذائية وقسائم تدفئة في الشتاء ما زاد من معاناتهم. فيكن هالخيمة المليحة اللي بتشرح القلب. الحاجة أم محمد يبلغ عمرها 70 عاما، لاجئة من مدينة القصير، فقدت جميع أبنائها أثناء مشاركتهم في المعارك التي دارت ضد نظام الأسد وحزب الله على أرض مدينتها في عام 2013. تعيش في مدينة عرسال اللبنانية مع حفيدها الوحيد والذي لم يتجاوز 6 من عمره. لا تختلف معاناتها عن ما يقارب 2 مليون لاجئ سوري في لبنان. تسكن في خيمة مهترئة حيث تخترقها مياه الأمطار وتتساقط عليها أثناء نومها. لم تجد ما تقوله رثاء على حالها سوى أنها غصت ببضع كلمات وإشارات، بالإضافة لزرف الدموع لعلها تصل لمن يهتم بأمرها. علينا مازوت ما في، جابونا عم نول صابير سلمونا اياها من عدا مازوت، اتلفنا دقنا شو في ما داق غير قلبنا، صارت جيراننا زت علينا الحرام لحتى انا وهالولد ننام. الله وكيلك شغلي بالجنين، ما حد نتحمل. اذا جارنا لانا هون انا وابني من قاعدين، نفت يمون ابن شهيد، حاطته عملته هيك من البرد وعم نرديف، لا مزاط ولا شيء، عيشي يا ابني، زتيتونا هون لكن انتم لا شو يعني عرسال، شو فيها عرسال؟ ما في شيء. بلدة ذات طبيعة جبلية جرداء وشتاء قارس هو حال اللجوء، ولا يعلم أحد إن كان هذا الحال منصوبا على أساس التشرد الدائم بين المخيمات. فالمخيمات الجديدة التي أقيمت بعد المعركة التي جرت مؤخرا تعاني أكثر من المخيمات القديمة، فقد أقيمت على عجل من أمرها بعد أن تشردت آلاف العوائل جراء احتراق مخيماتهم. طيب أستاذنا الخدمات معدوم، يعني الخيام الأرضية ما هي مصبوبة، الأرض وعدونا على أساس يعطونا كياس شمينتو ويعطوا جيبونا بحص مشان نصب المخيمات، ما جابونا شيء لحديث هلا. فبنتمنى من جميع المنظمات يساعدونا، المخيم معدوم عندنا هون. بنرجع لوضع الزبالة القمامة، عم نشيلها بالمصاري تبعنا. يعني احنا ندفع مصاري، منين بنجيب مصاري نحن؟ عم نخصم عن أولادنا وعن أنفسنا مشان ندفع مصاري نشيل الزبالة. هاي بشغلات بتنفذنا على الوضع الصحي، الوضع الصحي تقريبا شبه معدوم كمان. فأمراض الكبد بلشت هلا تتفشى بالأطفال، بتطلع للكبار، للنساء، كلنا بدنا نوقع بالمرض. بينما توقفت جميع نشاطات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذي زاد من مأساوية المشكلة خاصة بعد قيامها بفصل أكثر من 50% من المسجلين لديها والمستحقين للسلل الغذائية في وقت حرج. فاللاجئون بأمس الحاجة لمثل هذه السلل، وبالتحديد للمحروقات التي تقدم لهم في المنطقة على شكل قسائم. إلا أن المفوضية أصدرت بيانات مفادها توقف الدعم عن اللاجئين بشكل كلي في حال انقطاع التمويل. السوري بات إذن بين عدة خيارات، إما أن يموت بسبب قصف نظام الأسد، أو أن يموت جوعا أو بردا في دول الجوار.
معنا أبو أسد الحمصي ناطق باسم هيئة متابعة شؤون اللاجئين من مدينة طرابلس اللبنانية. أهلا بك سيد أبو أسد. في الواقع لا نفهم قرارات الأمم المتحدة التي كانت أعلنت عن وقف المساعدات لنحو 1,800,000 سوري، ومن ثم عادت لتستأنفها مؤقتا، واليوم توقف المساعدات لنحو 50% من اللاجئين السوريين. ما أسباب كل ذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نحن نعلم أن هناك نقص في التمويل سيؤدي إلى خفض في المساعدات أو حتى توقيفها، يعني أن يأتي هذا القرار مفاجئ دون أن نعلم. يعني للأسف كان هذا القرار مفاجئ جدا، يعني نحن لم نسمع عن برنامج الأغذية العالمي ولا عن المفاوضات اللاجئين، لم نسمع منذ أكثر من 3 أشهر أن هناك نقص في التمويل سيؤدي إلى خفض في المساعدات. يعني نحن عندما نحمل المسؤولية للمنظمات المتخصصة في الأمم المتحدة، فنحن نقول أن هذه المنظمات هي تملك قاعدة بيانات كاملة، هي تملك إحصاءات، هي تملك كل المعطيات اللازمة عن أوضاع اللاجئين وعن عددهم وعن مكان توزيعهم، وتدرك تماما ما هي التطورات التي ستحصل. لماذا هذه المنظمات ترفع الصوت عاليا وتقول بأنني سوف أدخل في أزمة مالية فيما يتعلق في تمويل اللاجئين السوريين، وأنني سأضطر إلى خفض المساعدات بعد فترة؟ أما أن نفاجئ اليوم سيدتي العزيزة، اليوم في ظل معاناة اللاجئين، وأنا أتمنى أن لا يكون وراء هذا القرار أي أبعاد سياسية، اليوم في ظل كل المعاناة اللاجئ السوري أو النازح من سوريا، حتى اليوم السوريين يذبحون في كل أنواع الأسلحة، اليوم في ظل الانتهاكات الفظيعة في حق اللاجئين في دول الجوار، تخرج علينا المفوضية بهذا القرار المفاجئ دون أن ندري أن هناك أزمة مالية تعتري برنامج الأغذية العالمي فيما يتعلق شوي تمويل اللاجئين. أبو أسد ابقى معي، ربما نحاول أن نعرف أكثر عن هذا الموضوع مع محمد أبو عساكر متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ينضم إلينا الآن مباشرة من أبو ظبي. أهلا بك سيد محمد. إلى ما يرجع هذا الترنح في القرار الأممي فيما يخص إطلاق المساعدات للاجئين السوريين في لبنان؟ مسألة في غاية الأهمية أن المفوضية السامية للأمم المتحدة بشؤون اللاجئين لم تصدر أي قرار بوقف المساعدات الغذائية أو الإنسانية لأي من اللاجئين السوريين في دول الجوار. ما حصل فعلا أن منظمة الأغذية العالمية قامت بإصدار قرار بوقف المساعدات الغذائية عن 1,700,000 من اللاجئين السوريين في دول الجوار لشهر ديسمبر فقط، وهذا يؤدى الى نقص في التمويل. منظمة الأغذية العالمية لم تستطع توفير المساعدات المالية لتوفير الغذاء للاجئين 1,700,000 خلال شهر ديسمبر الحالي. بالنسبة للمفوضية فإنها تقود وتنسيق العمليات الإغاثية الخاصة باللاجئين السوريين في دول الجوار. لدينا الآن 3,200,000 من اللاجئين السوريين هم مستجلين بالمفوضية، ونحن مسؤولين تماما عن المساعدات على مستوى المأكل والمشرب والصحة والتعليم وكل الخدمات المقدمة بالتعاون مع 150 من الشركاء الذين يعملون جنبا الى جنب مع المفوضية. نحن حذرنا ونحذر الآن عبر أوريان تي في بأن نقص المساعدات وإبقاء وصول المساعدات للمفوضية سيفاقم الأزمة بالنسبة للاجئين، ويعني أن مزيدا من اللاجئين سيعانون. إن لم تصل أموال بسرعة الكافية لدى المفوضية فإن هناك المئات الآلاف بل الملايين من اللاجئين السوريين سوف يعانون نتيجة هذه النقص في التمويل، وخاصة أننا في فصل الشتاء. طيب ما دامت الأمور كذلك، ما دام الواقع يقول بما تفضلت به، كيف سيتم تعويض هذا النقص؟ هل لديكم حلول أو ربما بدائل للتخفيف من أثر هذا القرار على اللاجئين؟ الحلول بتوفير الأموال. نحن نطالب المجتمع الدولي بتوفير الأموال لكي نقوم بتقديم المساعدات إلى اللاجئين في الأماكن المختلفة، ولكن إن لم تصل هذه الأموال فإن هذا يعني أن اللاجئين سيعانون بشكل أكبر. نعم. طيب ما ردود الفعل الدولية على مثل هذا القرار الذي يعني سببه هو نقص في التمويل كما ذكرت؟ المجتمع الدولي يعني يتحمل المسؤولية الكبرى. نحن إلا لم يتكن لدينا أموال لا نستطيع أن نقدم مساعدات، نحن بحاجة لأموال لكي نقدم المساعدات. نحن منظمة إنسانية إغاثية تعمل في مجال العمل الإنساني الإغاثي وتوفير المساعدات الإنسانية، ولكن هناك قصة أكبر من ذلك وهو القرار السياسي. نحن نطالب المجتمع الدولي بممارسة ضغوط كافية على أطراف النزاع في سوريا لكي يتم التوصل لحل سياسي يحقن الدماء ويوفر المكان الآمن للاجئين العودة إلى ديارهم. شكرا جزيلا لك محمد أبو عساكر متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أبو ظبي.
أعود إليك أبو أسد الحمصي، وربما في ظل كل ما ذكر سيد أبو عساكر، إلى أي حد سيؤثر وسينعكس هذا القرار سلبا على معيشة اللاجئين السوريين في لبنان في مثل هذا الفصل، فصل الشتاء؟ نعم، يقارب تعداد اللاجئين السوريين في لبنان 1.5 مليون لاجئ، أغلبهم مسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ويعاني جميعهم رغم تلك المعونات المحدودة أساسا من نقص حاد في احتياجاتهم الأساسية. ويعتبر لبنان بلد فقير جدا في الأساس من حيث بنيته التحتية ومستوى الخدمات الصحية أيضا. الأهم أنه بلد ليس شريكا في اتفاقية اللجوء الدولية، ولا يتعامل مع اللاجئين السوريين على أنهم لاجئين أساسا، بل على أنهم وافدون ومزدمون بدفع الالتزامات المالية وقيام الإجراءات. يعني الآن يعتبر قرار حرمانهم من أي معونات حكم عليهم بمزيد من المعاناة واستمرار لمأساتهم، بل وزيادة على كاهلهم أيضا. فقط في المخيمات تعرضوا منذ الأسبوع القادم، هناك 3 حالات جراء البرد القارس، و9 حالات نظيف الصاعقة الرعدية. يعني اليوم في أرسال يوجد حوالي 100,000 لاجئ، ما يقارب 9,000 عائلة، جميعهم بحاجة إلى مساعدات، جميعهم بحاجة إلى بطانيات، إلى مواد التدفئة. يعني هذا القرار من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين خرج بشكل مفاجئ. يعني هناك شيء اسمه تخطيط استراتيجي، هناك شيء اسمه استجابة سريعة. المفوضية لم تطلق نداء كما هو منصوص عليها في نظامها الداخلي، لم تطلق نداء لجمع التبرعات لتغطية الاحتياجات الأساسية للاجئين السوريين. ماذا تريد هذه المفوضية؟ نحن نتمنى أن لا يكون وراء هذه القرارات أي أبعاد سياسية. نعم. يعني سيدتي العزيزة، الشعب الذي خرج من سوريا لم يخرج أنه جائع، نحن لم تضربنا عاصفة، نحن لم نصبنا وباء، نحن ضحايا قضية سياسية هي وجود هذا النظام المجرم المستبد. هناك مضايقات كثيرة للاجئين السوري في بعض الدول الجوار، عندما تفرق خيامنا في عرسال، وعندما يتم الهجوم علينا بدبابات وطائرات، ماذا يعني كل ذلك؟ واقع مؤلم في المخيمات السورية في لبنان. كونكم قائمون على شؤون اللاجئين في لبنان، هل كانت لكم أي إجراءات أو ربما مناشدات لاستكمال هذه المساعدات، خاصة في هذا الفصل المعروف بقسوته وصعوبته بالنسبة للاجئين؟ نعم، نحن تواصلنا مع أكثر من منظمة ومع أكثر من صحيفة ومع أكثر من جهة. نحن الآن نعاني من نقص في المساعدات، اللاجئين السوريين بحاجة ماسة إلى المساعدات، وأقول خاصة في لبنان. يعني الرسالة تعبر عن معاناتنا، لقد هربنا من جحيم الموت وآلة الدمار في بلدنا. نحن لا نحلم سوى بالأمان، لن نبقى لاجئين فيه لبنان، لأن وطن سوف نعد له آجلا أو عاجلا. اللاجئين السوريين حالاتهم مأساوية جدا، خيامهم رثة، خيامهم بالية، خيامهم محروقة. يعني كما قلت لك وأكرر مرة أخرى، نتمنى ألا يكون هناك أي أبعاد سياسية خلف هذا القرار التي أصدرتها المفوضية العليا. شكرا، نشكرك جزيلا أبو أسد الحمصي، ناطق باسم هيئة متابعة شؤون اللاجئين من مدينة طرابلس في لبنان. في سياق متصل، أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، أعلنت تقديم 86 مليون دولار إلى تركيا لإيواء آلاف اللاجئين السوريين والعراقيين. حزمة مساعدات مالية موجهة إلى تركيا بقيمة 86 مليون دولار، تقديرا للجهود الكبيرة التي تبذلها أنقرة في احتواء وإيواء اللاجئين السوريين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية. هذا ما أعلنت عنه الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني. موغيريني أكدت خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ووزير الاتحاد الأوروبي التركي فولكان بوسكير، حرص الاتحاد الأوروبي على دعم السلطات التركية في عملها الإنسانية تجاه اللاجئين الذين فروا من الأحداث المتصاعدة في سوريا والعراق. وأشارت موغيريني في هذا الإطار إلى أن ربط دور تركيا بدور الاتحاد الأوروبي في المنطقة من شأنه أن يساعد على تحقيق التقدم في سبيل التسوية السياسية للأزمة السورية، نظرا للدور الهام لتركيا في تقديمها لخدمات الصحة والتعليم المجاني والمهني للاجئين السوريين، حيث كانت الحكومة التركية قد ذكرت أنها تقدم الخدمات التعليمية لأكثر من 150 ألف طفل سوري لاجئ من مجمل أكثر من 2,700,000 لاجئ سوري مسجل على أراضيها.
يضاف إليها القرار الأخير لمؤسسة الضمان الاجتماعي التابعة لرئاسة الوزراء التركية، والذي يقضي بمنح العاطلين عن العمل من هؤلاء معونة على شكل راتب شهري ضمن مشروع إعانة العاطلين الأتراك والأجانب. ويستفيد من القرار كل مفصول من العمل بغير إرادته أو لأسباب لا تعود إلى تقصيره في العمل، أو المستقيل لأسباب متعلقة بالشركة المستقيل منها، هذا فضلا عن التأمين الصحي للفقراء ومساعدات مادية. أعلن تجمع بلدية ريف اللاذقية المحرر عن إيقاف كافة الأعمال والخدمات التي تقدمها المجالس البلدية كأعمال الصيانة والعناية بالطرقات والصرف الصحي، وكذلك توزيع الإغاثة للمواطنين. وأرجع تجمع البلديات قراره هذا إلى توقف كافة أشكال الدعم من سلف وأجور والمقدمة من قبل المجلس المحلي لمحافظة اللاذقية. وقد جاء في بيان نشرته الصفحة الرسمية للمجلس المحلي الخاص بقرى جبل الأكراد أن أغلب محطات ضخ المياه معطلة في الريف المحرر لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل المضخات، إضافة لحاجتها للصيانة منذ أكثر من 5 أشهر، مطالبا في الوقت ذاته كافة الجهات الداعمة لإيجاد الحلول المناسبة. معنا مصطفى حاج بكري رئيس المجلس المحلي لبلدة دويركا من ريف اللاذقية، وأيضا عمار حسن عضو اتحاد تنسيقية الثورة من ريف اللاذقية. أهلا بكما. نبدأ معك مصطفى، وتفاصيل خبر إيقاف كافة الخدمات في ريف اللاذقية المحرر، لماذا هذا الوقف؟ اليوم توقفت الأعمال في المجالس الفرعية التابعة للمحافظة اللاذقية وعددها 7 بسبب توقف الدعم المقدم من مجلس محافظة اللاذقية من سلف ورواتب وأجور. هذا ونحن يعني كوادرنا هي كوادر بشرية، يعني نحن أدواتنا هي أدوات بشرية، معنا منشآت، معنا آليات يعني نقوم فيها بخدمات، وخصوصا خدمات النظافة. نعم. طيب ما أبرز، لو تحدثنا أكثر عن أبرز هذه الخدمات التي موكلة بها المجالس البلدية والتي تم إيقافها؟ البلديات بدأت بالشهر الرابع من العام الجاري، وكانت البدايات مشجعة، قدمت صيانة للطرقات، قدمت صيانة للصرف الصحي، شقت بعض الطرقات الآمنة، وكان في سلف تقدم بشكل دوري من المجلس المحلي للمحافظة ووزارة الإدارة المحلية، لكن لأسباب غير معروفة توقف هذا الدعم من أكثر من 3 شهور، وهذا سبب بتوقف أو بعض الأعمال. يعني خدمات النظافة عم نقوم فيها ولكن بحد الأدنى، يعني مرة كل أسبوع فقط. نعم. باعتبارك مسؤول محلي، هل تعتقد أو ترى أن هناك أضرار ستنجم عن إيقاف هذه الخدمات بما سيؤثر وسينعكس على الحياة العامة للمواطنين هناك؟ نحن كبلديات لما تشكلت كنا نعول على، هي تشكلت بأربع مكاتب فرعية، هي خدمات إغاثة مالي إضافة لرئاسة البلدية، كنا نعول على تطوير هذه المجالس وضم إلى مكاتب أكثر وخدمات أكثر، مو تتراجع يعني بهذا الشكل المخزي. يعني كان حتى المواطنين في البدايات كانوا عاولين عليها أنه تستقبل المزيد من فرص العمل، تستقبل تأخذ فرص عمل أكثر، تشغل المواطنين أكثر. بالتأكيد التوقف بده يتضرر بالمواطنين أكثر. نعم. مصطفى حاج بكري رئيس المجلس المحلي لبلدة دويركا من ريف اللاذقية، شكرا جزيلا لك. ونعود إلى عمار حسن عضو اتحاد تنسيقية الثورة في ريف اللاذقية. عمار، الأوضاع الخدمية في ريف اللاذقية المحرر كيف
تصفها والمشاكل والتحديات التي تواجه السكان هناك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدتي العزيزة، لنكون صريحين، مجلس الأمن أوقف الدعم للاجئين السوريين الداعمين بأنفسهم، ملوا من دعم هذه الثورة لطيلة أمدها منذ خلال 4 سنوات. نحن في الساحل مهمشون منذ حوالي 4 سنوات من الناحية الإنسانية والمواد الغذائية، وحتى الآن مشاكل الصرف الصحي وشح المياه، مع أن في جباننا الصامدة هنالك الكثير من الينابيع. لكن للأسف الشديد المال الذي يأتي إلى الساحل يصرف من بعض المرتزقة المحسوبين على الثورة، وهذا ما نحن نحاول أن نحاربه، لكن كما يقول المثل يد واحدة لا تطبق. دائما في ثورتنا هذه التي طالت منذ 4 سنوات لغاية الآن السارقون هم المستفيدون من هذه الثورة، والعجزة الذين هم من حزب البعث ومن مؤسسين حزب البعث. الشباب نصفه هاجر إلى أوروبا والنصف الآخر ذهب لكي يلاقي لقمة العيش. نحن في الساحل مهمشون، وكما قال، بسبب نقص الدعم المالي وبسبب ذهاب الدعم المالي الذي يأتي إلى محافظة اللاذقية إلى أيادي غير أمينة. طيب بالنسبة لقصف النظام المتواصل، نتحدث أكثر عن قصف النظام المتواصل على ريف اللاذقية المحرر بشكل شبه يومي، ربما يزيد الطين بلة أكثر في ظل الأوضاع التي ذكرت. سيدتي العزيزة، النظام يرد على القصف الإسرائيلي بقصف الجبال المحررة في ريف اللاذقية. في الريف جميع العاملين وجميع قادة الكتائب الذين يحاربون النظام مهمشون من ناحية الدعم في السلاح والذخيرة. دائما هنالك أيدي خفية تريد لهذه الثورة أن تطيل الأمد كي يستفيدوا من سرقة ومن ابتزاز للناس لكي يطيلوا في أمد الثورة ولكي يصبحوا أغنياء. في ثورتنا نحن وفي جبالنا الصامدة هنالك الكثير من الشباب المتفائل بالنصر من عند الله، ليس بالدعم وليس من عند أي إنسان على وجه هذه الأرض. نعم. لأن العالم بأسره خذل هذه الثورة. نحن في اللاذقية وبصراحة أقولها لك، البعض متشائم، ولكن أكثرية من الذين هم كما قلت لك مهمشين، إن كان قائد كتائب وإن كان المجاهدين وإن كان الثوار الذين يعيشون في أسعف الظروف من حالات البرد، وأنا أتحدى رجل من هؤلاء الرجال أن يقف لمدة ساعتين في محارس التي يخرج إليها الشباب. من تحمل المسؤولية في كل ذلك عمار؟ أحمل المسؤولية الائتلاف والمجالس المحلية والمجلس الوطني ومجلس قيادة الثورة وكل هؤلاء العجزة الذين هم من استحلوا مركز بشار الأسد. نحن الآن أصبحنا نحارب بشار الأسد، وعلينا أن نحارب هؤلاء الناس الذين يسرقون أموال الناس ويسرقون تعب ومجهود الناس. نحن في معركة كسب، من أوقف المجاهدون هو قلة الدعم، لأن البعض هنالك الكثير من الناس مستفيدين من إطالة أمد هذه الثورة. شكرا جزيلا لك. نحن لا يوجد عندنا أسماء، ولكن أنا أقول لهم بأن الله يرى كل شيء. نعم، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. عمار حسن، عضو اتحاد تنسيقية الثورة من ريف اللاذقية. وبهذا نختم جولة الرابعة، لنذكركم بأبرز ما جاء فيها من أنباء. في جبهات حلب المشتعلة نقاط جديدة بقبضة الثوار، وثلاثون قتيلا للميليشيات الشيعية خلال المعارك. النصرة تأسر 3 عناصر لميليشيا حزب الله، والنظام يقتل 3 لبنانيين بقصف على عرسال. الأمم المتحدة توقف المساعدات عن قرابة 50% من اللاجئين السوريين في لبنان. وتجمع بلديات ريف اللاذقية المحرر يعلن إيقاف كامل خدماته بسبب نقص الدعم. ختام الجولة الرابعة، بعد دقائق ألقاكم زميل رياض والنشرة الكردية. إليك رياض. مساء الخير رياض، شكرا لك.
الآن في المساكن العسكرية في الشيخ مسكين، طبعا تم السيطرة عليها عن طريق إعداد خطة محكمة من جبهة الشام الموحدة بالتعاون مع بعض الفصائل. طبعا تم تمهيد ناري، هذا الدمار يدل على ضراوة المعارك التي حدثت أثناء الاشتباك أو قبل السيطرة. طبعا بدأ التمهيد الناري، بقذائف الهاون والراجمات والمدفعية، ثم تم الدخول من الزاوية أو الخاصرة الجنوبية الشرقية لمجموعات الاقتحام. تم السيطرة، هناك بناء في زاوية المساكن، بناء أحمر، تم دخول جهاز الاقتحام إلى هناك. طبعا هذا البناء مشرف على المساكن بالكامل. تم دخول تمشيط الأبنية وتمت السيطرة، أدى إلى انسحاب شبيحة الأسد من المنطقة الشرقية، تم ملاحقتهم وتم دحرهم. طبعا تم قتل لا يقل عن 150 شبيحة من شبيحة الأسد. أخوي، هل واجهتم قوات الحزب اللات؟ نعم، هناك كان في عناصر الحزب اللات، وهلا الجثث موجودة وشاهد على الحدث. أخي، هل قتلتم منهم من حزب اللات كتحديد حزب اللات أو إيران؟ قناتي والمواقع العسكرية. معارك الثوار في حي صلاح الدين تزامنت مع تصدي الثوار لمحاولة قوات النظام التسلل إلى حي العامرية الاستراتيجي، والتي سقط على إثرها عدد من عناصر النظام. وضمن الاشتباكات المندلعة في حلب منذ عدة أيام، أحكم الثوار سيطرتهم على عدة نقاط قرب جبهتي المجبل الأسود والبريج، فضلا عن سيطرتهم على عدة نقاط شمالية شرق حي مساكن هنانو، والتي انتهت بمقتل نحو 20 عنصرا من الميليشيات الشيعية التابعة للنظام. كذلك امتدت الاشتباكات لتطال عدة جبهات في المدينة وريفها، وخاصة على جبهات حندرات وسيف الدولة ومحيط جامع الرسول الأعظم. ومع تقدم الثوار هذا، لم يكن بيد النظام إلا القيام بتكثيف قصفه على معظم مناطق وأحياء حلب، حيث أغار الطيران الحربي على طريق الكاستيلو وأحياء الإنذارات والحيدرية وبعيدين، بينما قصفت مدفعية النظام بلدة بيانون في الريف الشمالي، أدت لسقوط عدد من الضحايا بين المدنيين. معنا إبراهيم الخطيب مراسلنا من حندرات. إبراهيم، أهلا بك. هناك خبر وردنا قبل قليل يفيد بسيطرة الثوار على عدة مبان وتقدمهم نحو كتيبة المدفعية ومستودعات خان طومان، ما المعلومات لديك؟ يعني كوادرنا هي كوادر بشرية، يعني احنا أدواتنا هي أدوات بشرية، معنا منشآت، معنا آليات يعني نقوم فيها بخدمات، وخصوصا خدمات النظافة. نعم. طيب، ما أبرز، لو تحدثنا أكثر عن أبرز هذه الخدمات التي موكلة بها المجالس البلدية والتي تم إيقافها؟ البلديات بدأت بالشهر الرابع من العام الجاري، وكانت البدايات مشجعة، قدمت صيانة للطرقات، قدمت صيانة للصرف الصحي، شقت بعض الطرقات الآمنة، وكان في سلف تقدم بشكل دوري من المجلس المحلي للمحافظة ووزارة الإدارة المحلية، لكن لأسباب غير معروفة توقف هذا الدعم من أكثر من 3 شهور، وهذا سبب بتوقف او بعض الاعمال. يعني هسه خدمات النظافه عم نقوم فيها، ولكن بحد الادنى، يعني مره في الاسبوع فقط. نعم. باعتبارك مسؤول محلي، هل تعتقد او ترى ان هناك اضرار ستنجم عن ايقاف هذه الخدمات بما سيؤثر وسينعكس على الحياه؟ قد التحدي والصمود ضد نظام لا يحترم حريه شعبه. انا معكم محمد معاذ من أطراف العاصمة دمشق لأورينت نيوز.
أهلا بكم. أوقفت الأمم المتحدة المساعدات عن قرابة 50% من اللاجئين السوريين المسجلين لديها في لبنان، والذين كانوا يستلمون سللا غذائية وقسائم تدفئة في الشتاء، ما زاد من معاناتهم. فيكن هالخيمة المليحة اللي بتشرح القلب. الحاجة أم محمد يبلغ عمرها 70 عاما، لاجئة من مدينة القصير، فقدت جميع أبنائها أثناء مشاركتهم في المعارك التي دارت ضد نظام الأسد وحزب الله على أرض مدينتها في عام 2013. تعيش في مدينة عرسال اللبنانية مع حفيدها الوحيد والذي لم يتجاوز 6 من عمره. لا تختلف معاناتها عن ما يقارب 2 مليون لاجئ سوري في لبنان. تسكن في خيمة مهترئة حيث تخترقها مياه الأمطار وتتساقط عليها أثناء نومها. لم تجد ما تقوله رثاء على حالها سوى أنها ذلك وهو القرار السياسي. نحن نطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغوط كافية على أطراف النزاع في سوريا لكي يتم التوصل لحل سياسي يحقن الجماع ويوفر المكان الآمن للاجئين العودة إلى ديارهم. شكرا جزيلا لك محمد أبو عساكر، متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أبو ظبي. أعود إليك أبو أسد الحمصي، وربما في ظل كل ما ذكر سيد أبو عساكر، إلى أي حد سيؤثر وسينعكس هذا القرار سلبا على معيشة اللاجئين السوريين في لبنان في مثل هذا الفصل، فصل الشتاء؟ نعم، يقارب تعداد اللاجئين السوريين في لبنان 1.5 مليون لاجئ، أغلبهم مسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ويعاني جميعهم رغم تلك المعونات المحدودة أساسا من نقص حاد في احتياجاتهم الأساسية. ويعتبر لبنان بلد فقير جدا في الأساس من حيث بنيته التحتية ومستوى الخدمات الصحية أيضا. الأهم أنه بلد ليس شريكا في اتفاقية اللجوء الدولية، ولا يتعامل مع اللاجئين السوريين على أنهم لاجئين أساسا، بل على أنهم وافدون مزدمون بدفع الالتزامات المالية وقيام الإجراءات. يعني الآن يعتبر قرار حرمانهم من أي معونات حكم عليهم بمزيد من المعاناة واستمرار لمأساتهم، بل وزيادة على كاهلهم أيضا. فقط في المخيمات تعرضوا الأسبوع القادم هناك 3 حالات جراء البرد القارس، و9 حالات نتيجة الصاعقة الرعدية. الأمم المتحدة توقف المساعدات عن قرابة 50% من اللاجئين السوريين في لبنان. وتجمع بلديات ريف اللاذقية المحرر يعلن إيقاف كامل خدماته بسبب نقص الدعم. ختام الجولة الرابعة، بعد دقائق ألقاكم زميل رياض والنشرة الكردية. إليك رياض. مساء الخير رياض، شكرا لك. الآن في المساكن العسكرية في الشيخ مسكين، طبعا تم السيطرة عليها عن طريق إعداد خطة محكمة من جبهة الشام الموحدة بالتعاون مع بعض الفصائل. طبعا تم تمهيد ناري، هذا الدمار يدل على ضراوة المعارك التي حدثت أثناء الاشتباك أو قبل السيطرة. طبعا بدأ التمهيد الناري بقذائف الهاون والراجمات والمدفعية، ثم تم الدخول من الزاوية أو الخاصرة الجنوبية الشرقية لمجموعات الاقتحام. تم السيطرة، هناك بناء في زاوية المساكن، بناء أحمر، تم دخول جهاز الاقتحام إلى هناك. طبعا هذا البناء مشرف على جنود يفترض أنهم أسروا إما قتلوا. حزب الله تجنبا لأي رد فعل داخلي في شارعه أو في محيطه التالي الشيعية يحاول تقسيط الإعلان عن هذه القتلة كما رجل عادة، ربما يعلن عنه في وقت لاحق ويكون سقط في واجب جهادي أو إلى آخره. وإذا كان تم الأسر أيضا يتكتم عن هذا الإعلان لحين إيجاد فرصة مناسبة لذلك. نعم، ابقى معنا توني، يعود لينضم إلينا كرم عمر الناشط الإعلامي من القلمون. كرم، حدثنا أكثر عن المعارك الدائرة في عموم مناطق القلمون، هل هناك تطورات هذا اليوم؟ تطورات المعارك توقفت بعد إعدام علي البزال، والتي تحولت إلى الجانب اللبناني، فأصبح الجيش اللبناني يستخدم الطيران ليقصف فيها الجرود الواقع على حدوده
ليسقط شهداء. أيضا أريد أن أنوه بعيدا قليلا عن الموضوع العسكري إلى أن ما يتم قصفه من الجانب اللبناني سواء من الطيران أو من راجمات مجهولة المصدر ربما من قرية اللبوة المحاذية لعرسال وهي قرية نعم. هل تسمعيني؟ أسمعك جيدا تفضل. وهي قرية موالية لحزب الله يتم القصف من خلالها فيتم استهداف ما بعد عرسال. هناك مخيمات خارج الحدود والحواجز التي يرسمها الجيش اللبناني. هذه المخيمات غير معترف عليها وعندما يتم قصفها في الأرض لأن العالم بأسره خذل هذه الثورة. نحن في الأسقيد وبصراحة أقولها لك البعض متشائم ولكن أكثرية من الذين هم كما قلت لك مهمشين إن كان قائد كتائب وإن كان المشاهدين وإن كان الثوار الذين يعيشون في أسعف الظروف من حالات البرد. وأنا أتحدى رجل من هؤلاء الرجال أن يقف لمدة ساعتين في محارس التي يخرج إليها الشباب. من تحمل المسؤولية في كل ذلك عمار؟ أحمل المسؤولية الائتلاف والمجالس المحلية والمجلس الوطني ومجلس قيادة الثورة وكل هؤلاء العجزة الذين هم من استحلوا مركز بشار الأسد. نحن الآن أصبحنا نحارب بشار الأسد وعلينا أن نحارب هؤلاء الناس الذين يسرقون أموال الناس ويسرقون تعب ومجهود الناس. نحن في معركة كسب. نحن في معركة كسب. من أوقف المشاهدون هو قلة الدعم لأن البعض هنالك الكثير من الناس مستفيدين من إطالة أمد هذه الثورة. شكرا جزيلا لك. نحن عندنا أسماء ولكن أنا أقول لهم بأن الله يرى كل شيء. نعم شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة عمار حسن عضو اتحاد تنسيقية الثورة من ريف اللاذقية. وبهذا نختم جولة الرابعة لنذكركم بأبرز ما جاء فيها من أنباء. في جبهات حلب المشتعلة بشرية في آخر إحصائية له 13 شهيدة 13 فطيسا منهم و 6 إصابات وصلت إلى مشفى مدينة يبرون منذ 3 أيام. تمام أعود إليك توني بولوس مراسلنا من لبنان. توني هل هناك أي قيد؟ طبعا نتساءل أكثر عن طائرة نظام الأسد التي قامت باختراق الأجواء اللبنانية وقتل مواطنين لبنانيين. ما تفاصيل ذلك؟ يعني الطيران السوري يخرق بشكل دائم الأجواء اللبنانية ويرفض غارات خاصة في منطقة جرود عرسال ومنطقة جرود بعلبة إضافة إلى مناطق حدودية في عكار شمال لبنان. للأسف الجيش اللبناني يجب يعني من واجبه التصدي لأي هجوم خارجي تعرض له الدولة اللبنانية لأن أي اعتداء من خارج الحدود هو بمثابة إعلان حرب على هذه الدولة. إلا أن هذا الجيش اللبناني بفعل عوامل سياسية وتأثيرات كثيرة وتحديدا حزب الله تأثير حزب الله مباشر عليه يمنعه من إطلاق النار المضادات الأرضية تجاه المقاتلات السورية. أود أن أضيف أن تأكيدا أتى للتو على موضوع أسر جبهة نصرة لثلاثة مقاتلين حزب الله وهم تحديدا هل أستطيع أن أعطي الأسماء؟ نعم تفضل. هم حسن منصور علي الحسيني ومحمد عباس ثلاث مقاتلين حزب الله تم القاء القبض عليهم في سير فادحة. نعم بالنسبة لجبهة البريج التي تحدثت عنها وجهود ومحاولات النظام للتقدم على هذه الجبهة ربما نتساءل أيضا عن حجم تقدم الثوار على جبهة البريج وأيضا على جبهة المجبلة أين صارت حدودهم هناك؟ نعم تمكن الثوار من التقدم في هذه المنطقة وأحرزوا بعض التقدم خلال المعارك الأخيرة لكن لا تصريحات رسمية حتى هذه اللحظة حول النقاط التي سيطر عليها الثوار في هذه المنطقة. الاشتباكات العنيفة التي دارت حتى فجر هذا اليوم تمكن الثوار من قتل قرابة 17 عنصرا من قوات النظام وتكبيدهم خسائر فادحة إضافة إلى تدمير دبابة لقوات النظام في منطقة بريج. كما ذكرت الثوار كانوا يتصدون لمحاولة لقوات النظام التقدم باتجاه منطقة العواجة. خلال الأسبوع الماضي أكثر من 5 محاولات لقوات النظام للتقدم في منطقة العواجة قدر عدد القتلى من قوات النظام خلال الأسبوع الماضي فقط بقرابة 70 قتيلا و11 أسيرا و5 مدرعات إضافة إلى دبابة تم تدميرها في هذه المنطقة خلال الاشتباكات الأخيرة. في البارحة قام الثوار بتنفيذ عملية سعت للتقدم في هذه المنطقة وتمكنوا من استرداد بعض النقاط والتقدم وحتى هذه اللحظة لا تصريحات رسمية حول المعركة التي تدور في منطقة البريج. نعم. أيضا تسعى قوات النظام للتقدم في منطقة حندرات كما ذكرت والتقدم باتجاه منطقة الملاح والتل الغربي لحندرات
وتخفيفا عن الضغط الكبير الذي لاقته قواتها في منطرف المخيم بعد سيطرة الثوار على معظم تلال حندرات ورصدهم طريق امداد النظام القادم سجن حلب المركزي. نعم. تستخشى تجمع بلديات ريف اللاذقية المحرر يعلن إيقاف كافة خدماته بسبب نقص الدعم. أعلن ناشطون تمكن كتائب الثوار من السيطرة على عدة نقاط عسكرية بالقرب من المجبل الأسود ومنطقة البريج، كما أعلن الثوار مقتل نحو 20 عنصرا من الميليشيات الشيعية التابعة للنظام إثر المعارك المحتدمة في المنطقة. إلى ذلك أعلن الثوار مقتل أكثر من 10 عناصر للنظام خلال تجدد الاشتباكات في حي صلاح الدين في مدينة حلب. وأكد ناشطون أن الثوار استهدفوا نقاط تمركز قوات النظام في الحي محققين في صفوفهم إصابات مباشرة. الله أكبر. لم تزل المعارك والاشتباكات العنيفة تطفو على سطح الأحداث الميدانية في حلب، فمع ارتفاع وتيرة المعارك على عدة جبهات في المدينة ترتفع معها خسائر النظام والميليشيات الشيعية المساندة له، حيث أعلن الثوار مقتل أكثر من 10 عناصر للنظام في الاشتباكات التي اندلعت في حي صلاح الدين الخالي من المدنيين بعد أن قام النظام الإعلام عن هذه القتلى كما رجل عادة، ربما يعلن عنه في وقت لاحق ويكون سقط في واجب جهادي أو إلى آخره، وإذا كان تم الأسر أيضا يتكتم عن هذا الإعلان لحين إيجاد فرصة مناسبة لذلك. نعم، ابقى معنا توني. يعود لينضم إلينا كرم عمر الناشط الإعلامي من القلمون. كرم، حدثنا أكثر عن المعارك الدائرة في عموم مناطق القلمون، هل هناك تطورات هذا اليوم؟ تطورات المعارك توقفت بعد إعدام علي البزال والتي تحولت إلى الجانب اللبناني، فأصبح الجيش اللبناني يستخدم الطيران ليقصف فيها الجرود الواقع على حدوده ليسقط شهداء. أيضا أريد أن أنوه بعيدا قليلا عن الموضوع العسكري إلى أن ما يتم قصفه من الجانب اللبناني سواء من الطيران أو من راجمات مجهولة المصدر، ربما من قرية اللبوة المحاذية لعرسال وهي قرية نعم. هل تسمعيني؟ أسمعك جيدا، تفضل. وهي قرية موالية لحزب الله يتم القصف من خلالها، فيتم استهداف ما بعد عرسال. هناك مخيمات خارج الحدود والحواجز التي يرسمها الجيش اللبناني. هذه المخيمات غير معترف عليها، وعندما يتم قصفها يتم استهداف المدنيين. نعم. طيب حدثنا عن أكثر النقاط تعرضا للقصف في القلمون، وهل هناك أسباب تجعل النظام يركز على هذه المناطق؟ النصرة من أسر 3 عناصر من ميليشيات حزب الله الشيعية خلال كمين لهم قرب الحدود مع لبنان، حيث ذكرت مصادر إعلامية أسماء الأسرى 3 وهم علي الحسيني ومحمد عباس وحسن منصور. أما في الجانب اللبناني من القلمون فقد قتل 4 أشخاص وأصيب 2 آخران في منطقة العجرم جراء قصف بالبراميل المتفجرة من قبل طيران نظام الأسد الحربي الذي اخترق الأجواء اللبنانية، كما قتل 7 أشخاص مدنيين جراء استهداف سيارتهم في منطقة وادي حميد القريبة من بلدة عرسال حسب ما ذكرته شبكة أخبار القلمون. من جانب آخر ذكر مصدر أمني أن حسن عز الدين العضو بما يسمى سرايا المقاومة التابعة لميليشيا حزب الله أصيب بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت تحت سيارته وسط بلدة عرسال أثناء محاولة دهم للمنطقة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن زرع العبوة الناسفة. أما في بلدة عرسال اللبنانية حيث يعيش آلاف اللاجئين السوريين فقد انفجرت سيارة مفخخة قرب المسجد الكبير ما أدى إلى سقوط عدة إصابات بين المدنيين. تزامنت هذه التطورات مع استهداف الجيش اللبناني بقذائف الهاون للجرود المحيطة ببلدة عرسال. معنا كرم عمر ناشط إعلامي من القلمون وتوني بولس مراسلنا من لبنان، أهلا بكما. نبدأ معك كرم وتفاصيل. لا يوجد عندنا أسماء، ولكن أنا أقول لهم بأن الله يرى كل شيء. نعم، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. عمار حسن عضو اتحاد تنسيقية الثورة من ريف اللاذقية. وبهذا نختم جولة الرابعة، لنذكركم بأبرز ما جاء فيها من أنباء.
في جبهات حلب المشتعلة نقاط جديدة بقبضة الثوار وثلاثون قتيلا للميليشيات الشيعية خلال المعارك. النصرة تأسير ثلاثة عناصر لميليشيا حزب الله، والنظام يقتل ثلاثة لبنانيين بقصف على عرسان. الأمم المتحدة توقف المساعدات عن قرابة 50% من اللاجئين السوريين في لبنان. وتجمع بلديات ريف اللاذقية المحرر يعلن إيقاف كامل خدماته بسبب نقص الدعم. ختام الجولة الرابعة، بعد دقائق ألقاكم زميل الرياض والنشرة الكردية. إليك رياض. مساء الخير راضية، شكرا لك. الآن في المساكن العسكرية في الشيخ مسكين، طبعا تم السيطرة عليها عن طريق إعداد خطة محكمة من جبهة الشام الموحدة بالتعاون مع. كيف يبدو الوضع الإنساني والحالة المعيشية للأهالي والسكان في المناطق المحررة في حلب؟ نعم راضية، فيما يتعلق بقصف قوات النظام للمناطق بشكل عام، تستهدف قوات النظام أي منطقة ومحيط المناطق التي تدور بها اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات النظام. عندما كانت جبهة نبل والزهراء مشتعلة وكانت الثوار يحاولون التقدم في هذه المنطقة، بدأ قصف عنيف بشكل همجي على القرى المحيطة ببلدتي نبل والزهراء كبيانون وحيان ورتيان وعندان وحريتان، الأمر الذي دفع الكثير من الأهالي إلى النزوح ومغادرة المنطقة باتجاه مناطق آمنة، لا سيما مع قدوم فصل الشتاء والأوضاع الإنسانية كما تشاهدون الأمطار المتهطلة على هذه المنطقة. خلال الليلة البارحة قام قوات النظام بقصف المنطقة بشكل كامل دون استثناء جميع المنطقة، وبشكل كامل بصواريخ التي يمتلكها وبراجمات، يستهدف بشكل أساسي المدنيين ويسعى بشكل كبير لتخفيف الضغط الذي تلاقيه قواته العسكرية وآلاته العسكرية باستهداف المدنيين بشكل أساسي. هناك حالة نزوح كبيرة في ريف حلب الشمالي باتجاه بعض المناطق الآمنة في الريف الغربي وفي بعض الحدود الحدود التركية. النظام يسعى كما ذكرت لتخفيف الضغط الذي تتعرض له قواته إلى استهداف المدنيين بشكل كامل. جميع المناطق في ريف حلب الشمالي تتعرض لقصف عنيف، إما بمدفعية ثلاث الشيخ يوسف أو من راجمات الصواريخ من كتيبة حندرات، أو بالقصف بالصواريخ الفراغية وبالبراميل المتفجرة. نعم. والتي مصدرها من محاولات قوات النظام للتقدم في منطقة حندرات، الأمر الذي يتصدى له الثوار بكل ما أتيح له من قوة عسكرية، حيث تسعى قوات النظام تخفيفا عن الميليشيات الموجودة في منطقة حندرات، والتي تمكنت الثوار من السيطرة خلال يومين الماضيين على معظم تلال حندرات وتقدمهم في هذه المنطقة ورصدهم كامل طريق امداد النظام القادم من سجن حلب المركزي. تسعى قوات النظام لتخفيف الضغط عن هذه القوات الموجودة في هذه المنطقة بمحاولة التقدم في منطقة الحندرات، حيث تسعى للسيطرة على منطقة التل الغربية، الأمر الذي تصدى له الثوار خلال يومين الماضيين. دارت اشتباكات عنيفة تصدى خلالها الثوار لمحاولة قوات النظام التقدم إلى منطقة التل الغربية لحندرات، وتمكنوا من تكبيد قوات النظام خلال يومين الماضيين خسائر كبيرة في الأرواح والأعتاد. نعم. أيضا الاشتباكات الأعنف التي دارت منذ البارح حتى فجر اليوم بين الثوار وقوات النظام في جبهة البريج، حيث تمكن الثوار من استرداد النقاط التي تمكنت قوات النظام من التقدم إليها في هذه المنطقة، وتمكنوا من قتل العشرات من قوات النظام خلال المعارك الأخيرة. تسعى قوات النظام للتقدم في منطقة البريج باتجاه منطقة العواجة، وذلك للسيطرة على منطقة الجندول التي تعتبر المدخل الوحيد لمدينة حلب، حيث يتصدى الثوار لهذه المحاولات مكبدين قوات النظام خسائر فادحة. نعم، بالنسبة لجبهة البريج التي تحدثت عنها وجهود ومحاولات النظام للتقدم على هذه الجبهة، ربما نتساءل أيضا عن حجم تقدم الثوار على جبهة البريج وأيضا على جبهة المجبلة، أين صارت حدودهم هناك؟ نعم، تمكن الثوار من التقدم في هذه